جاي تطبطب علينا وتواسينا ولا تعرف الناس انك واقف وسط اخواتك في الشد؟ انا جاي عشان نشوفوا حل الحمزه. ما خلاص حكموا عليه، كلها شهرين ثلاثة ويقولوا لنا تعالوا استلموا جثته وادفنوه. لسه فيه نقد يا صفية، ولو قومنا له محامي كبير احتمال الحكم ينزل. هينزل ليه يعني؟ المؤبد؟ زيه زي الاعدام. تستهدي بالله يا صفية وتسمعي كلام عيسى، ده لا وقت عنده ولا تصفية حساب. هي كلمة الحق بجد عنده وتصفية حسابات؟ وبعدين مش ده عيسى اللي بكاكي وسمعك من المنجي خيار قدام البيت اللي ماشي معاها؟ ايه؟ حنيتي؟ قلبك رج خلاص؟ ما خلاص يا صفية، انتي عايزاها نار على طول يا بنتي. انا اللي عاوزاها نار يا خالتي؟ انا يا خالتي، انا اسوأ خلق الله، انا اللي وزيت حمزة يقتل قمر، قمر اختي، انا اللي وكلتكم من حرام، انا قتال قتلة، انا اللي خربت عليك يا صفية وخليت عامر يطلقك. سيبينا بقى من الكلام ده، فرضك خلونا نركز في حمزة. احب على يدك يا صفية، عيسى بيتكلم صح، خلينا نفكر في حمزة. هو كان راح زاره يا اختي؟ ده ما فيش الا مرة يتيمة واحدة اللي راح زاره فيها، بعد ما حمزة شيعله مع اخو عبد القادر. ايه مستغرب؟ مستغرب انه حكالي؟ حمزة عارف كتير قوي وشايل في قلبه وساكت. مالك لو اتكلم تقعد جاره في الحبس. هو ده اللي هيريح بالي؟ لا مش ده اللي هيريحني، انا مش هرتاح الا لما تتعدم. يا حمتي حرام عليك يا صفية، بعد الشر عليه ان شاء الله نكرهه. تفي من خشمك يا بنت وتحشمي، وكفاياكي سايقه فيها كده ليه؟ ما كفاياكي لحد كده يا صفية، الراجل بيحمل حاله عشان خاطر اخوه، وانت ولا مقدره ده وعماله تبخي في سم. انا غلطان اني جيت. انت ايه؟ قلبك حجر؟ يا عيسى استنى، عيسى بالله عليك ما تزعلش روحك اخوي، سيبك منها، هنعمل ايه في موضوع حمزه؟ الله المستعان.